وين تحسي نفسك أشهر؟ بأي دولة عربية؟ بالمغرب، بالعراق، بلبنان أيضاً ظلتي فترة؟ والله أنا مشهورة، ممكن أحس حالي بالعراق وبالمغرب، بس الشهرة بالنسبة لي شيء ثانوي والله العظيم، لأنه ده يعني أهم شيء إنه أكون ناجحة بعملي وأقدر أوازن ما بين عملي الفني وعملي الإعلامي وما بين مؤسستي الخيرية، لأنه ساري يمكن الشيء اللي بيعمل لي سعادة بحياتي هو لما أرسم بسمة على وجه طفل بريء. هذا الشيء عندي أعظم من أي شعور وأعظم من الشهرة والله العظيم. أنت للناس اللي ما يعرفون، أنت عندك منظمة اسمها أحلام الطفولة، منظمة مختصة بالطفولة والأيتام تحديداً. ليش اخترتي الاهتمام بالأيتام؟ هل مثلاً صار لك شيء بطفولتك خلاك إنه؟ لا والله هذا الشيء أبداً مش مرتبط، بالعكس أنا عشت طفولة مدللة والحمد لله، بنت عشت في الخير وفي العز، ووالدي الله يحفظهم يعني حاولوا على قد ما يقدروا إنه يعيشون حياة كريمة أنا وإخواني، بس بحكم سفري الكثير وزرت كثير بلدان كنت بشوف هاد الأطفال مساكن المشردين والأيتام واللي عندهم حرمان من الأب والأم، فهذا الشيء خلاني يكون عندي حافز أنه أأسس هذه الجمعية الخيرية، وعلى ذلك يعني قررت أنه أأسس جمعية بتهتم برعاية الأطفال الأيتام والمشردين، وهذا طبعا شيء جد بيسعدني. طبعا شيء عظيم هذا.